اللي هو اللاعب سيموس بعد مقاله بالواجب ومنعكم من الهبوط، قال نادم على اللعب لأم صلال وأيضا أعرب عن استغرابه من تعاملكم معاه. كلام كبير وقوي أتوقع، هل الكلام كان صحيح؟ لا الكلام غير صحيح، بالعكس احنا محترمين اللاعب فيكتور سيموس وهو كلاعب محترف، فما أعتقد أنه المفروض أنه ما يصرح التصريح في الجرائد ولا في الإعلام، لكن هو متعور اللاعب ما لعب آخر 5 مباريات تقريبا مع مصلال. يعني هل فعلا هو مصاب خلينا نقول، أم أنه الإصابة هي حجة لعدم اللعب؟ لا هو بيخترعها أو لا، هو عنده إصابة مزمنة في الركبة وأثرت عليه في آخر مباراة وتم استبداله. هاي التصريحات، هاي التصريحات خلينا نقول شو السبب، شو الهدف منها بما أنه خلينا نقول غير صريحة، وكون أنه عنده إصابة مزمنة ليش اخترتوه، ليش جبتوه على النادي؟ لان احنا يوم اول ما اخترنا اللاعب فيكتور سيموس ما كان في اصابه. نعم. ولعب معانا تقريبا 6 مباريات او 7 مباريات وسجل 6 اهداف. نعم. ولكن تعور اثناء التدريبات، وكاي لاعب محترف يتعور مع اي فريق. اكيد طالما ما راح يخدم الفريق اكيد اي فريق راح يستغني عن لاعب ما راح ينفع. طب تصريحاته، بس ما اخذنا هذا الجواب، تصريحاته شو السبب؟ تصريحات تفاجأنا فيها هيك بالفريق. والله تصريحاته مثل ما احنا ما تفاجأنا فيها، احنا ما توقعنا من اللاعب انه يصرح بهذا الكلام على النادي. نعم. ما عدنا حتى يعني معاملتنا مع جميع اللاعبين على يعني افضل معامله. نعم. خلال التصريح انا لما قرأته هو قال الشيخ فيصل خبروا انه النادي ام صلال حاليا وضعه حرج وهو بحاجته، وانه عليه ينقذ خلينا نقول النادي، وقال أنا لعبت وحافظت على النادي من الهبوط للدرجة الثانية. هل بوجود فقط سيموس النادي أو مصلال حافظ على بقائه في الدرجة الأولى؟ لا ما أعتقد أن فيكتور سيموس الوحيد اللي حافظ، لأنه قال يعني بالتصريح قال أنا عملت اللي علي والمطلوب مني، كأنه محملهم فضل. إحنا أول شيء بداية القسم الثاني تعاقدنا مع المحترف الإيراني بازمان منتظري لاعب منتخب إيران. نعم صحيح. تعاقدنا مع فيكتور سيموس، تعاقدنا مع المدرب الكبير التركي بولانت، تعاقدنا بعد مع لاعبين قطريين مثل ماهر يوسف وحسين شهاب، وكملوا معنا بداية القسم الثاني وحققنا نتائج إيجابية، والفضل يرجع لهم كلهم وعلى اللعيبة الموجودين من قبل. كان في رد، كان في رد من مدرب الأهلي السعودي ووصف اللاعب بالمتخاذل، تتفق معه في هالكلام؟ ما اتفق بهالعبارة انه متخاذل، لكن اي نادي تعور عنده لاعب اكيد انه بيستغني عنه، بيجيب لاعب افضل منه يخدم الفريق.